اكتوت المدينة القديمة بتعز بنار الحرب، وبقت الذاكرة مشحونة بالحزن المرير. رائحة البارود، أصوات الرصاص، حشرجة المحتضرين، أطيان الدماء والدمار، هي من باتت حاضرة في ذاكرة الأهالي. 3 أيام فقط كانت كفيلة بتفاقم الوضع الإنساني وبث الهلع والخوف في أوساط المواطنين، حيال كارثة نزلت على أناس هم منكوبين أصلاً. الوضع الإنساني المنطقة وضع سيء بقينا، وحصار لمدة 3 أيام مزيادة. لا أحد كان يخرج من داخل بيوته بسبب القنص والرمل داخل المنطقة. معنا المنطقة النظيفة طاح من اضطهاد كثير وحصار من بن موسى ودار المعذرة وعلى الدائرة وعلى كل المناطق. ولما حد استطاع أن يتدخل من أي منطقة. المشفى الوحيد في المدينة أصبح خارج إطار الخدمة. بعد أن كان يستقبل مختلف الحالات المرضية، التهمته ألسنة اللهب جراء القصف المباشر الذي استهدفه، ناهيك عن استهداف الصيدلانيات المجاورة للمشفى والسيارات الواقفة على مقربة منه. تعرض المستشفى لحريق مهول، حيث انتهت 5 مولدات كهربائية لجانب غرفة العمليات وقسم الأشعة وقسم الرقود رجال. وكأول جهة إنسانية داعمة، أعلن الهلال الأحمر الإماراتي التدخل العاجل لتقديم الإغاثة الإنسانية لأهالي المدينة القديمة بتعز الذين تضرروا بفعل الأحداث الأخيرة، لا سيما المدينة القديمة. نحن اليوم استهدفنا أهالي الحي المدينة القديمة المتضررين بفعل الحملة الأمنية، وبدأت 1500 سلة غذائية للمتضررين. 1500 أسرة هي إجمالي المستفيدين من الإغاثة الإنسانية المقدمة بصورة عاجلة من الهلال الأحمر الإماراتي في المدينة القديمة بتعز، ممن تضرروا بشكل مباشر، كما شمل الاستهداف بالإغاثة الإنسانية أسر الشهداء والجرحى من المدنيين. ونحن قد نحن قوى حصلنا هذه، يعني إنقاذ أنفسنا في بها، لا يضربنا إلا رحم الراحمين. داخل بيتي 12 نفر، هذه قاعدة تستر علينا، الله يستر عليكم كلكم. هكذا تعيش مدينة تعز القديمة في قلب الخوف وتفاصيل الطوارئ، ظروفا إنسانية قاهرة وعزلة لم تعرفها المدينة، ولا ضيم أشد وأنكى من ضيم ذوي القربى. عواد الوهباني، اليمن اليوم، تعز.